احنا مش ضد الفواكه المجففه، دائما الناس تفكرنا انه ضد الفواكه المجففه، بالعكس انا بعتبرها خيار ذكي وخيار سهل، ولكن تحت شروط معينه. يعني هلا حتى نحن لما نيجي لمجموعه الفواكه مثلا كمجموعه غذائيه ونيجي نقول للعالم والله حصه الفواكه، هي في منها حصه طازجه وفي منها مجمده، ولكن وين بتيجي الفكره؟ انه الخضار المجمده اول نقطه لازم نعرفها انها هي فيها كل الفيتامينات والمعادن والالياف ومضادات الاكسده اللي موجوده بالفواكه الفريش، يعني احنا ما عم نفقد منها فوائد لما نعرضها لعمليات التجفيف اللي هي كمان بتكون بوسائل متطوره، يعني يمكن زمان كانوا يجففوا تحت الشمس وكذا والى اخره، ولكن حاليا كله هي عباره عن اجهزه متخصصه وهي بتجفف الخضار والفواكه او الفواكه بشكل اساسي. هلا الفواكه المجففه فواكه بلا مي، صح ولا لا؟ فبالتالي وزنها كحبة مثلا مشمش، نقول المشمش كاملة أو المشمش المجفف رح تيجي أقل شوي، فبالتالي عشان هيك إحنا بنقول هي مكدسة بالألياف وفي الفيتامينات والمعادن وهي ممتازة، ولكن حصتها بدها تصير أقل. يعني هون هي بتيجي المشكلة، طالما أنا جففتها فبالتالي 100 جرام مثلا من الفواكه الطازجة وال100 جرام من الفواكه المجففة رح تكون كمية السكر فيها أعلى، فعشان هيك إحنا بنقلق منها، ويمكن مثل ما حكينا قبل شوي إنها هي طيبة زاكية.